كنور طيبتها بطبيعتها. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ست النكهات. ما زلنا مستمرين بالمرحلة الأولى، وزي ما عودناكم بهاي المرحلة بيكون معنا متسابقتين رح يقدموا لنا أطباقهم حتى تضل واحدة معنا وتتأهل للمرحلة الثانية، والثانية إنها تغادرنا للأسف. مساء الخير شيف تيمور وشيف يوسف، إن شاء الله تكونوا بألف خير. كيفك شيف؟ شو أخبارك؟ أمورك منيحة؟ الحمد لله. أنت كيفك؟ مبسوط كالعادة لأنه حلقة جديدة، منافسة جديدة، مكون سري جديد جديد راح يكون حلو خفيف لطيف حلو. إن شاء الله أنهم يبدعوا فيه، بس منشوف. أكيد جاهزين سيدي، جاهزين شيف يوسف. إحنا اليوم راح يكون معنا مارينا وإسراء بالمطبخ، راح يتنافس إن شاء الله منافسة حلوة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بست مارينا وست إسراء. أنا مارينا، عمري 33 سنة، اشتركت بالبرنامج لأني بحب الطبخ وحبيت جرب شيء جديد ما جربته من قبل. أنا إسراء أبو الإبداع، عمري 25 سنة، اشتركت لأشارك شغفي بالطبخ معكم. نورتوا البرنامج ست مارينا وست إسراء. أهلا وسهلا، حضرتك ربة منزل صحيح؟ مزبوط. أهلا وسهلا، وست إسراء مهندسة مدنية صحيح، يعني اليوم نشوف إحنا أشياء يعني فيها هندسة، شغل نظيف. يا سلام. شغل نظيف. طيب إذا بتتابعوا أنتوا البرنامج من السنين السابقة أنتوا عارفين إنه بس شيف يوسف يحكي لكم شو هو المكون السري، معاكم 30 ثانية تختاروا الأطباق، بعد ذلك تروحوا خلفكم على الستيشنات تأخذوا السلة، معاكم دقيقتين ونص تحضروا كل المكونات اللي بتحتاجوها لطبخ ثلاثة أطباق كاملة متكاملة، تمام، وبكميات معينة صحيح؟ ثلاثة أطباق. والأهم من هذا كله أنه أنتوا عارفين مدة الطبخ 30 دقيقة شامل السكن. نعم. وأنا هلأ بتجه لشيف يوسف، وشو محضرنا اليوم شيف يوسف؟ اليوم الانجريدينت راح تشتغلوا فيه إشي كتير حلو سهل، لازم تكونوا كرياتيف، لازم تكونوا تبدعوا فيه لأنه بيمشي مع كل إشي بالدنيا. صح فعليا بصراحة، هو حمص الحب. يا سلام. تمام؟ حلو، بدخل بكتير شغلات. بس على فكرة بدي أذكركم بأهم كمان قاعدة من قواعد برنامج، ألا وهي استخدام منتجات كنور. وبس هاي هي كل عنا. 30 ثانية تبدأ الآن، شو حابين تطبخوا لنا اليوم يا ست مارينا وست إسراء؟ وإذا غاب عنك الضاني فعليك بالحمصاني. ليش حلو؟ ما معروف هاي، تعرف ليش؟ لأنه الحمص فيه بروتين عالي، صحيح، فإذا ما في لحمة هذاك اليوم فعليك في الحمص. طيب بعدين شوف يوسف عجبته. حلو حلو الأشعار هاي اللي فيك شوف. طيب عزيزتي إسراء، شو بدك تقدمي لنا؟ بحب أعمل إدرة بس على طريقتي. أوه نص ساعة؟ إدرة؟ تعرف هاي فيها مخاطرة. أنا صفنت لما حكت بصراحة. متأكدة؟ بكفي الوقت؟ إن شاء الله. إدرة خليلية؟ إن شاء الله. ومارينا عزيزتي؟ في أكلة ليبية اسمها مبكبكة. معروفة أكيد. فبدي أعملها. طيب أنا بس بدي أحكي لكم شغلة. أيوة. بس عشان أنا أكون حقاني، لما تتخيلوا الطبخة غير لما تطبقوها. مظبوط. فأنا راح أعطيكم آخر فرصة. لا خلص. كلام نهائي. كلام نهائي. بنص ساعة. بتخلص. مع السكب. مع السكب. دقيقتين ونص بتبلش الآن، تفضلوا. تفضل. بدي أذكركم سريعاً إنه المنتجات الألبان أكيد، واللحوم والدجاج موجودين بالثلاجات، الخضار عندكم بالكنور ماركت، أما بالنسبة للستيشنز اللي عندكم الزيت، الخل، الملح، الفلفل، البهارات، كله بتقدروا تستخدموه بأي وقت. بحب أنوه على شغلي إنه إحنا ثلاثة أشخاص مش 30. كميات. الكميات حاولوا أطبخوا لثلاث فقط. مارينا مكيفة. إيش يا مارينا؟ حاستك مبسوطة؟ خايفة متوترة كتير. لا إن شاء الله كل المرة مش بين متوترة، يعني حاسك. لا أنا لما أتوتر هيك. طالع رحلة. طالع الكاشير يعني كمان شوي متعودة، يعني بتروح بتنقل أغراض وعند الكاشير. طالع رحلة مارينا. أنا نسيت شو بدي أصلاً. اختيار رائع شيف يوسف، الحمص. بصراحة توقعت الأطباق تكون غير هيك. توقعتها أبسط. أسهل. أنا توقعت يختاروا إشي أبسط بصراحة. 30 ثانية. تمام خلصت. خلص هيك. خلص. أكيد؟ أكيد. كم تغيروا رأيكم بالطبخة؟ لا. ست النكهات أحلى ستات.
اهلا يا علا. اهلا شيف. كيف حالك حبيبتي؟ الحمد لله تمام. علا رضاكي عن اختيارنا للحمص وايش بتحبي تعطيهم نصائح عشان يطبخوا الماده الغذائيه بطريقه مضبوطه؟ يعني بتعرف مين ما بحب الحمص، يعني اول ما الشيف حكى حمص انا لمع عيوني اظن اول وحده. كثير زاكي اكيد وحيتفننوا من سابقاتنا اليوم، بس انتبهت لانه التنتين اختاروا دجاج مع انه الحمص كثير غني الالياف غني بالبروتين، هو بديل حمصاني، نروح للحمصاني لما يكون عندنا لحم وجاج. بس المتسابقتين اكيد اختاروا جاج، بده هو بيكمل كميه البروتين اللي احنا اصلا جسمنا بحتاجها. نصيحتي لكم اليوم قد ما بتقدروا حاولوا ما تستهلكوا كميه زيوت كثيره، علشان طالما احنا استخدمنا نوعين من انواع البروتين واكيد رح تستخدموا ممكن نشويات كمان، فعشان نضل الطبق يكون صحي ومتكامل كميه الزيوت ما تكون كثيره هاي المره. صحيح. ودمج الخضار مع الحمص بيزيد من قيمته الغذائية أكيد كمان. أكيد بتزيد قيمة الغذائية، بتزيد كل نيوترينت فاليو تبعت الطبق نفسه. طب هل بتفرق إذا كان الحمص طازة يعني ومنقوع أو معلب مثلا كفائدة غذائية ولا نفس الإشي؟ تعرفي يا شيف مزبوط هذا السؤال كتير بنسأله. أي إشي بيكون خضروات أو فواكه طالما كانت معلبة ومحفوظة كتير منيح ما بتفقد أي إشي من قيمتها الغذائية. ممتاز. ولو انغسلت أو يعني نشطف بس المية اللي فيها كل القيمة الغذائية بتضل موجودة فيها. كتير منيح. يعطيكي ألف عافية. شكرا يا علا. مارينا وإسراء ثقتهم بنفسهم عالية جداً، يا ترى مين اللي رح تستمر معانا للمرحلة الثانية؟ ست النكهات أحلى ستات. يعطيكم العافية صبايا، بعد إذنكم نشوف المقادير اللي جبتوها تستعرضونا إياها قدامكم. يلا بلش معاك يا مارينا. جبت الدجاج ومعكرونة والحمص، شطة، بندورة، زنجبيل، بصل وبصل أخضر وبقدونس وتوم وفلفلة خضراء وجزر. ممتاز. مهندستنا. نعم. رز، حمص، لبن، دجاج، لوز، خيار، بصل، توم، ليمون، أكيد كنور. يا سيدي يا سلام يا سلام. طيب بدي أخبركم شغلة، أنتوا ما عم تطبخوا بس لإلنا، في مشاهدين رح يتابعوكم، رح يشوفوا الخطوات اللي أنتوا عم تعملوها معنا اليوم. انت عم تعملي وصفه يعني لكثير ناس رح تكون جديده. وانت عم تعملي وصفه فلكيه بوقت فلكي، فكل حدا رح يكون عين عليكم لما تطبخوا. انا بحكي لكم دائما خلوا الستيشن قدامكم فاضيه، اللي بتخلص منه شيلوه على اساس نقدر احنا نشوف خطوات الطبخ. جاهزين؟ جاهزين. يلا توكلوا على الله وقولوا بسم الله. تفضل. يلا. ميرنا بتعرفي ليش سموها مبكبكة؟ لا. أو مبكبكة بتعرفي ليه؟ لا والله ما عندي أي فكرة عن هذا الموضوع. لأنها تبقبق. والله هلا هي كتير حارة المفروض تكون غير هيك، لأنها بتكون طول الوقت بتغلي و على النار المقادير. هلا هي بسموها أكلة الطنجرة الوحدة، بس هلا عشان الوقت الواحد لازم يعملها أسرع. بدك تعمليها بأكتر من قدر. أوكي اختصارا للوقت. نعم مدام فتحنا موضوع الوقت. اللي بيحكي فيكم ما فيش وقت، معيش وقت. لا لا لا، لا شيف اعطينا كمان خمس دقائق زياده. انت اللي نقيته. اي شيء احكوه الا الوقت، لاني انا اربع مرات قلت لكم معكم فرصه تغيروا الطبخه. لا ليش التغيير؟ خلص ماشي. هلا هي حكت انها الطبخه كثير حاره. صحيح. هل انت بتحبوا اكل الحر؟ انا زياده، انا يعني فقدت الاحساس شوي ب كمية الحر اللي مش لازم تتعداها قد ما بحب الحر. يعني أكلي عادة يعني حتى لو مش بطبختي بس على صحني لازم يكون حر، لازم يكون في حار. شيف تيمور، أنا شخص بحب الحار، بس مثلا إذا بروح أي مكان أو بطبخ أي وجبة فيها حار بفضل يكون الحار آخر إشي. طلع النكهة أقوى وما بتضيع النكهات اللي قبل. إذا أنت بتبلش بأي طبق حار فأنت بتضيع كل نكهات بعديها. صحيح. دائما اختم بالحار. ما بتحسوا انه الحار ممكن انه يطغى على النكهات الثانيه اللي موجوده طبعاً. اكيد بضيع مرات طعم الاكل. صحيح بضيع شوي. والله هو في شغلات ما بتزبط الا مع الحار صراحه. مثل ننصحني ملوخيه مع فلفل حار جنبه هيك. مثلا يا سلام. ايش كمان؟ كفته مع الحار زاكيه. كفته مع الحار زاكيه. استغربي اللبنه مع الشطه زاكيه. اوف شو بحبها مع الشطه. يعني في شغلات تراديشنال بتكون تقليديه لازم يكون فيها حار، بس انا بعرف ناس برضو بتاكل الحار بطريقه خرافيه يوميا بالذات حتى مع كل وجباتهم. يا سلام عليك يا مارينا.
طيب سؤال مهم. تفضل. بتفضلوا الحمص صحن الحمص العادي هل بتفضلوه مع اللحمة أو مع صنوبر؟ مع التنين. لا هو اختيار مزبوطش مع التنين. هو أكيد مع التنين قوي يعني. بس أنت مثلا تكوني محل أعطيني واحد حمص اللحمة ولا أعطيني واحد حمص مع صنوبر؟ شوف يوسف صراحة بصراحة لأنه إذا بدك تفصلي بينهم هم بالعادة مع بعض أسكن بس إذا بدك تفصل بينهم أنا بروح مع الحمص مع الصنوبر. أنا زيك حمص مع الصنوبر. بس حرام إن تفصلهم لازم حمص بلحمة بصنوبر هيك بتكون على أصوله وسمنة خلاص وخبز طازة ويلا تغدى ونام لتاني يوم شوية حر شوية حر شوية حر لازم. إسراء قولي لي إيش خطواتك اللي رح تتبعيها حتى تعملي القدرة على الطريقة السريعة؟ لا مبدئيا حطيت البصل والثوم وهلا رح أظهرهم بعدين أنزل عليهم الرز والدجاج بعمله على جنب. تتبيلة القدرة. ومارينا حطيت الدجاج وهي المي على النار مشان اسلق المعكرونة. طب احذروا قديش مرق من الوقت؟ 5 دقائق. لا لا لسه 27 دقيقة. حاسبت لك يعني هو ما بجيب الأرقام. كيف تعدوا انتم؟ 7 دقائق مرق ضل معانا 23 دقيقة. يعني وصفات اليوم أنا بعتبرها من نوع المجنون. يعني بحالة واحدة بتصير وهو مش بالمسابقة ولا بأي مكان تاني إلا في حالة واحدة مثلا إذا بكون زوج متصل مع زوجته بلها جايك ضيوفك أنا والضيوف على الطريق معك نص ساعة تحضري طبخة بس بتمر على المطعم بتجيب معك وانت. طيب شيف احكي لي إيش في أكلات بتحس إنه الحمص بدخلها؟ عن جد أنا لما حكيت لهم إنه الحمص بدخل بكل شيء عن جد الحمص بدخل بكل شيء. يعني أنا بحب الحمص مع السلطات. كنت أقول لك بحب الحمص كديب أو بيوري يعني زي الهموس أو هاي الشغلات. بحب الحمص بالشوربات شوربة الحريرة مثلا المغربية بدون الحمص ما بتتاكل أنا برأيي. أو شوربة الكوسة. شوربة لا شوربة الكوسة بلاش. المفتول. المفتول مثلا. يعني في بدخل بكتير شغلات سبانخ. والله السبانخ بدون الحمص ما بزبط. أنا بصراحة توقعت واحدة منهم اليوم تعمل سبانخ. سهل يعني بصراحة يعني لأنه سريع وسهل وما باخد وقت كتير وطيب ومتعودين عليه. بس لحد الآن إذا بتطلع شو بيشتغلوا بالمطبخ مركزين أمورهم تمام شغالين عارفين شو بيسووا ما في توتر خلينا نقول فإن شاء الله خير. شف متأثر عشان في معنا مهندسة بالمسابقة. قاعد بهندس الطبخة بشوف كيف بحاول. نازل يرسم شقتي. بحاول كل الطرق. عاد في طبخة مهمة. بالحمص؟ طبعاً. اللي هي الكشري. صحيح صح. كشري مهمة. إسراء يا إسراء. نعم. بدنا الله يخليكي كل الشغل اللي بتشتغليه يكون قدامنا عشان نشوف أنت إيش بتعمل. يا. بلكي تعلمنا نعمل القدرة من تحت إيديك بنص ساعة. يا. حلو لما تشوف أبسط الشغلات صار فيها تغيير. شيف يوسف بما أنك أنت أكاديمية وشيف ديما طبعاً تكتكي معروف عنها بس لحد الآن كل الناس اللي استخدموا خضروات خلال تقطيع عم بتشوفهم عم بيقطعوا بطريقة هندسية بروفيشنال صار 100%. الحكي ل ما هو شيف قد ما مشينا بالمواسم يعني للمشتركات أكيد بالبرنامج كل واحدة عم تيجي بتقدم على البرنامج عم تكون حاضرة الحلقات القديمة فأكيد تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات وسمعوا تعليقاتنا أكيد وسمعوا شو منفكر فيه وجهزوا حالهم لهذا الحكي فهذا إشي ممتاز. هلأ مهم جدا التقطيعات المناسبة للطبخة المناسبة وأنتوا بتعرفوا إنه إذا بدي أعمل شوربة ما بقدر أحط فيها قطع خضار كبير مثلاً. هنا ببلش الشيف يوسف يعطينا حصة عن الأكاديمية وأنا راح أسألك قبل ما تحكي عشان يكون في وضوح. تفضل. بأي شخص بلتحق بالأكاديمية بكون في عنده حصص أكل طبخ واحدة منها تقطيع. التقطيع. كوميساري كيتشن صح. مظبوط. 100%. بخلالها أنت عم تحكي على مدة فصل. شوف هالمنظر هالتقطيع يلا.
ايش بتنصحها عشان ايدها والسكينه؟ بنصحها كثير شغلات بس انا خايف احكي لها، خايف اوترها. صح، بس اول شيء الاصابع عشان اصابعك. أيوة. اول شيء بنصحك انك تقلبي الفلفل مثلا، بتصير تقطيعتها اسهل. بتتذكر؟ يس. صح، اشتغلي على راحتك وترديش على شيف يوسف. هلا لا والله انا احنا خلينا نكمل الموضوع حكينا. تذكر انت قديش كنت تستمتع في تقطيع الفلفل؟ نعم. يا شيف انا كنت استمتع في تقطيع الفلفل واظهاره في الوصفات كديزاين. خبرني شيف، كفصل كامل ثلاث شهور مفصل ثلاث شهور صحيح؟ لا هلا بالمطبخ الكوميسري وين بتعلموا تقطيع الخضار والفواكه هو عبارة عن أسبوعين، بس أسبوعين فول تايم. يعني من التسعة للأربعة. أوكي. أنت بس تتعلم كيف تقطع الخضار بتقطيعات المختلفة بكل التسميات وكل. طبعا ليش؟ امتحانات. طبعا في امتحان، يعني مثلا هلا الخضار زي خلينا نحكي الجزر بدك تقطعه مكعبات. المكعبات في إلها ثلاث أسامي، بتبلش من 1.5 مليمتر كيوب. حلو. اللي هو البرونواز، بعدين ماسدوان، جاردينيه، هذه أحجام بيكون في إلها نص سنتيمتر، 8 مليمتر. بتدخل الجوليان بيكون الثيك تبعها 1 مليمتر وطولها 7 سنتيمتر. هلا انا بحكي بالمليمتر والسنتيمتر والناس ممكن تتفاجأ وتستغرب، بس عن جد احنا في عندي مسطره، انا جوا كل طالب يكون معه مسطره بيقيس فيها بالمسطره، وبالامتحان نسحب من المسطره ونشوف كيف الشغل. تعذيب هذا. لا بس لانه بالشوربه مثلا اذا بدي احط قطعه كبيره صعب 100%. لازم حتى الطهي باخذ وقت. شف يعني انت عشان عم بتعلم انت التقطيعات هاي، كل تقطيعه لها وقت معين للطهي، ان كانت شوربه ان كانت بالطبخات الثانيه. والاهم من هذا كله البرزنتيشن بدك تفكر فيه كمان، طريقه التقديم وحتى الأسماء. أنا كنت حكيت لك إياها بالحلقة الماضية، اللي هو الأساس أو المطبخ الكلاسيكي اللي هو الفرنسي. فالأسماء اللي عم تستعملها في التقطيعات هي أسماء فرنسية. فرنسية هي طبعاً. مرسي شيف يا حبيبي. إيش يا إسراء؟ طمنينا يا إسراء، طمنينا يا إسراء. الأمور تحت السيطرة. إيه؟ الأمور تحت السيطرة. الأمور تحت السيطرة. أنا بحب فكرة اللي بتعمله إسراء هلا، مسكت المرتبان وبلشت تدير فيه هيك البهارات وتدير هيك حلو الطبخ بهاي الطريقه. صح، طلعي يا سلام. طبعا ديري بالك يا اسراء، هذا يعني الشيف يوسف عم بقول لك هيك فخ. ما انا عارفه فخ. انا بنصحك بدون ما احكي لك دغري، فاهمه؟ ديري بالك. تمام. بدي احكي لكم شغله مهمه، انه احنا مرق من الوقت 15 دقيقه وضل معانا 15 دقيقه مع السكب. الوضع مش سهل أبداً والمنافسة بلشت تصعب. شو ممكن يصير بنهاية الحلقة؟ ست النكهات أحلى ستات. يلا يا ست مارينا وست إسراء، مرق أكثر من نص الوقت وهلأ متوجه بسؤال، متوجه بسؤال عميق. سؤال قوي يا لطيف، سؤال صريح ومباشر. ومباشر ده شيف يوسف، انا متاكد شيف يوسف انه عم بتابعنا هلا طلاب. فسؤالي لك، هل انت معلم ومدرس مسامح لطيف او صارم؟ او صارم جاوب. انا ولا انت جاوب؟ والله انا بدي اجاوب. انا شفت بعيني ما حدش قال لي. ايوه هذا يا سيدنا العزيز. كان عندي تصوير بالاكاديميه ورحت، كان عندي شغله وداخلي انا والشيف يوسف، سامع كل الطلاب برجوا جوا، شيف يوسف اجى، شيف يوسف اجى. فبس يمرق بالكوريدورات بعملهم قلق الشيف يوسف. لا هو انا بقول لك بصراحه، هلا صارم حازم، لازم تكون صارم وحازم، لانه بصراحه انت ما انت مش ضد اللي انت بتدرسه او بتعلمه او بتفرجيه، انت مو ضده، انت بتعمل هذا الحكي لمصلحته. المطبخ لازم يكون صارم وحازم، لانه اي غلطه في المطبخ ممكن تؤدي لشغلتين، يا لحادث انك انت تاذي نفسك، يا لغلطه ممكن انت تاذي اللي بتطعميه الاكل. فما في مزح، فلازم المايند سيت لازم يكون تف دايركت، لازم تكون زي هيك في المطبخ، لانه المطبخ هيك تعلمنا. صح.
وانا بدي اذكرك بشغله. قصة أيوة. السبانخ اللي نظفتها بالمطبخ هذه ما بنساها طول عمري. لا بس يعني بدي اذكرك انت تقول لي كيف انت تقول لي كيف كانت معامله الشيفس اللي كانوا قبلنا بالاكاديميه لما انت كنت طالب. هل هم كانوا متسامحين ام هم كانوا صارمين؟ واحنا بنحكي عن نفس الاكاديميه يعني. طبعا لا انا الحمد لله شف انا بعرف قصصك فاحكي. الحمد لله يعني كانوا في قمه النعومه معي. انا شخصيا بصراحه معي كانوا جد يعني صارمين يعني هم اصلا صارمين مع كل حدا بس انا يعني زادوا علي حبه. طب سؤال تاني، لو انت كنت معلم اكاديمي في اكاديميه نعم. كيف بتكون؟ راح اكون بصراحه. هلا احنا عارفين الجواب بصراحه. اوكي هو لا عن جد عم بحكي. هلا انت تخيل حالك عم تعطي يعني انت مدرس اكاديمي في اكاديميه ومفروض انك تكون بصوره الاستاذ يعني. طيب بصراحه مطلقه، بصراحه مطلقه جداً. لازم واي شخص او اي طالب عم بتابع هاي الحلقه وهو موجود او عم بدرس حاليا باي اكاديميه ان كانت هون ولا بالاردن ولا برا ما راح يفهم اللي انا راح احكيه غير بعد ما يتخرج ويخلص. أوكي. أنا بالنسبة لي الأكاديمية أو الطبخ أو تعليم الطبخ أو مجال الطهي بشكل عام هو ليس فقط تعليم طهي، أنا تعلمت منها حياة. صحيح. يعني. discipline شف. أكيد طبعاً أكيد انتظام كل شيء. بس أنا جد فعلاً بتتعلم الحياة لأنه الطبخ هو عبارة عن خطوات، هو لازم تفكر بأي خطوة قبل ما تعملها لأنه الطبخ معروف عبارة عن ستيبس كيف أنت تبنيها. فأنت كيف بدك تبني طبخة إذا أنت مش محضر لها؟ كيف بدك تبني طبخة إذا أنت مش عارف إيش خطوات اللي أمامك؟ وإذا ما غلطت في الطبخ ما حتتعلم. فالطبخ حياة. فأكيد صارم جوابي زيك شيف. راح تكون صارم. نعم. هذا بفايتهم مصلحتهم. شكراً شكراً، هذا لمصلحتهم فايتهم بالآخر. نرجع للمطبخ هون ونشوف إيش عم بصير. قدي حاسين انكم بحاجه وقت؟ كم من الوقت؟ ما بعرف. قدي حاسه بدك تقديرا؟ دقيقتين ثلاثه مثلا، سبعه ممكن، ثمانيه. اسراء يعني ان شاء الله 10 دقائق مخلصه شاف. طيب بتفوز معانا ست مارينا، هو فعليا ضايل معاكم 8 دقائق مش اضافيات، 8 دقائق مع السكب يا ست اسراء وست مارينا. قدامنا السكب يا إسراء يا إسراء بس يا إسراء السكب قدامنا عشان كله هذا ما بيبين على الكاميرا احنا بنخسر هيك. يا بقبقت معكي ولا لسه؟ عم تبقبق. طب الحمد لله. بدي أذكركم صبايا بأنه في نقاط أو بوينتس برضو رح تحتسب لنظافة الستيشن قدامكم لتنظيم الوقت وتنظيم الأغراض والنظافة. طب أنا عندي سؤال مدام معانا وقت نحكي فيه هوا، هذا سؤالي لك يا شيف ديما أستاذي. ما رح أسألك إذا أنت صارمة أو لا. سؤالي لك أنت يعني خلينا نحكي عبر السنوات تتقني طبخات معينة ولا شك أنك أنت في العجين يعني خلينا نقول من المتألقين جدا ومعروف عنك ملكة العجين خاصة في العجين القطنية. هلا سؤالي لإلك، هاي السنة عايش ركزتي أي طبخات؟ شوف أنا عم بلاحظ إنه من خلال السوشيال ميديا وتطور السوشيال ميديا السريع إنه كل الناس بدها طبخات سريعة. يعني حتى فيديو الطبخ إذا كان أكتر من دقيقة ما حدا عنده استعداد يحضره. صحيح. الناس عم تزهق كتير بسرعة فبدهم أشياء تكون أول إشي مقاديرها متوفرة في كل بيت ما تكون مكلفة جداً، ثانياً تكون سريعة الإعداد وسهلة التطبيق قدامهم. فأي إشي سريع الناس صارت معه لأن الأكلات التقليدية اللي بدها خطوات طويلة كل الناس تقريباً تعرف تعملها. فهذا اللي بنحاول دائماً نجدد فيه إنه سرعة تنفيذ الوصفة قدام الناس. طبيعة الحياة أتوقع، طبيعة الحياة اليومية هي اللي أثرت على هذا الحكي. صح. صارت أسرع يعني بكثير. حتى أنا لو بدي أحضر فيديو طبخ إذا مدته أطول من دقيقة ما بكمله بزهق فبحاول دائما يكون فيديوهات قصيرة. قصيرة. مهندسة إسراء. طمنينا عنك. تمام. شو قديش ضايل بدك للطبخة؟ أنا خلصت تقريبا بس ضايل الرز آخر إشي. ضايل الرز آخر إشي. يس. ضايل الرز يستوي يعني؟ ولا ينعمل؟ لا خلص الرز. اوكي طيب ماشي. وست مارينا ضل افكر بشو بدي اسكب يعني عم تختار خلصت الطبخه؟
تقريبا عم بترتب وبتنظف، وحسيتها رح تروح تجلي كمان شوي. دقائق قليلة تبعدنا عن الفائزة بحلقة اليوم من برنامج ست النكات. قد ايه ضل وقت؟ ضل وقت؟ 30 ثانية. لا مش لا 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 ثلاث دقائق. ثلاث دقائق نعم. يعني مع السكب فبلشوا هلا اسكبوا تفضلوا. يعني الحق يقال بصراحة لست مارينا وست إثراء، فعلا يعني أنتوا اخترتوا الأطباق وطبختوها، وأنا شايفكم راح تخلصوا قبل بوقت إنه بلشت تسكب المهندسة، وأنتي خلصتي عليك بس بدك تسكب الصحون، ضايل معنا حوالي دقيقة ودقيقتين ونص فبتقدروا تجلو ذاته. اليوم أداء المتسابقات بصراحة كان تقريبا متساوي، يعني التنتين كانوا مركزين كتير بالمطبخ، التنتين كانوا شغالين بطريقة حلوة، كانوا عارفين الخطوات، ما صار في عجقة خلينا نقول في المطبخ. دقيقة وعشرين ثانية. دقيقة وعشر ثواني. آخر 60 ثانية. خمسين ثانية. أربعين ثانية. ثلاثين ثانية. عشرين. عشرة. تسعة. ثمانية. سبعة. ستة. خلصت. خمسة. أربعة. ثلاث. اثنين. واحد. برافو. يعطيكم العافية. مين ممكن تكون المتسابقة اللي رح تحجز لها مكان بالمرحلة الثانية؟ ست النكهات أحلى ستات. يعطيكم العافية، أبدعتوا خلصتوا بوقت قياسي. علا رضاك عن الأطباق شو رأيك فيهم؟ ما شاء الله شكلهم مشحي وزي ما حكيتي عن جد برقم قياسي. تعليقي نشويات شوي كتير يمكن، والأطباق شوي ناقص فيها خضار، يعني بفضل أكيد يكون فيه تنويع أكتر من مجموعات غذائية تانية زي خضروات أكتر. وأكيد الكميات كمان كتير كبيرة، يعني الحصة الغذائية للشخص الواحد هذه تعتبر شوي كميات أكبر من الشخص الثاني. البورشن قصدك، نفس الكمية لكل شخص. كميات كتير كبيرة. بالنسبة لليوم استخدام المتسابقات للمين إنغريدينت الحمص صراحة ما حسيته أخذ حقه، حسيته هيك راح مع لغوصة كل الإنجريدينتس التانيين. الحمص زاكي زي ما هو، والقيمة الغذائية بتاعته كتير عالية، فيه بروتينات وفيه نشويات بحد ذاته، فهم يضافوا أشياء شوي ضغط عليه، فأنا كان هذا رأيي الشخصي كان بقدروا قديش كانوا كتير الأطباق مبدعة، بس أنا رأيي كان نقدر نطلع الحمص زي ما هو لأنه هو المكون الأساسي لطبخاتنا تاعون اليوم. أوكي، وحان وقت التذوق، رح نبدأ بأطباق مارينا. يعطيك العافية مارينا. هلأ عزيزتي،
عشان أعطيكي حقك بهاي الأكلة. الأكلة كتير أطيب من ما هي مبينة، يعني بمعنى هي أكلة تقليدية وتقدم بطريقة بسيطة، هي أصلاً أكلة بسيطة، ولكن فعلياً الطعم اللي دقته هلأ من الكمون والبهارات وكمية الحر كتير متناسقة وكتير لابقة مع بعض. صراحة حبيتها، يعني كنت بحب طريقة البرزنتيشن تكون شوي أرتب، سواء حطيتيها ببولات سود أو مثلاً طريقة التزيين تكون مختلفة، بس بورقة بقدونس واحدة، شوية بصل أخضر بسيط، ولكن فعلياً الطعم كتير أطيب من ما أنا تخيلت. فيسلم إيديكي، كتير طيبة، شكراً. شيف يوسف. مارينا يعطيكي ألف عافية. الله. بصراحة أدائك بالمطبخ كان بجنن، يعني كنتي كلين أورغانيزد، رائعة بالمطبخ، مع أنه كنت كتير متوترة قبل ما تدخلي على المبلش، بس وقعت أنه هذا الحكي أثر عليك، وبالعكس طلع معك صحن كويس. هلأ الفليفرز هون موجودة أوكي، طيبة، بس ما فيها شو بدي أحكي أنا، يعني ما ناقصة إشي. أوكي فيها حر شوي، حلو الحر اللي فيها، بس ما بعرف، يعني أتوقع إنه صحن زي هيك بهذه الطريقة لو تدخل عليها another type of vegetables، بعرف إنها أكلة تقليدية ما لازم ندخل عليها إشي. ودائما هلأ أنا متأكد إنه الشيف تيمور راح يحكي لك عن رشة البقدونس الموجودة على الوجه. بس غير هيك نصيحة صغيرة، دائما لما تسلق الباستا وتطلعيها تصفيها ما تحطي عليها زيت عادي، حطي عليها شوية زيت زيتون مش زيت طبيعي. أنا زي ما حكى الشيف يوسف، الوصفة هاي هل فيها بقدونس؟ فيها بقدونس بشكل كبير ولا بشكل قليل؟ يعني بس سؤال لإلك، لأنه أنا بدي أحكيك شغلة. هلا البقدونس هو فيه سر، فيه سر. إذا أنت بدك تدخلي البقدونس بالطبخة فما تحطيها بشكل ني، لأنه إذا حطيتيها بشكل ني بتطغى معاك بطعم تاني. تمام. إذا طبخت الطبخة وبدك تخلط فيها بقدونس، بس تطفي النار، بتدخل البقدونس وتخلطيها مع بعض، تأخذ النكهة وبتضيع عندك الطعم الفريشنس، لأنه أي إشي بتعرض لحرارة بكون على شكل ولون وبعدين بتحول للون وشكل ثاني. هاي قاعدة. عدا عن ذلك الكمية، أنا بالنسبة لي إحنا كشعب دائما بنحب نغامر بالكميات، هذا يدل على محبتك للناس والكرم. ليش أنت عم بتغامري؟ وإحنا بالآخر برنامج نعبر عن مشاعرنا خلال الطبخ. مظبوط. يعطيك العافية. شكراً كثير. شكراً. رح ننتقل لصحن إسراء. لما نحكي على طبخة تقليدية كل الناس بتفتح عيونها وبصير بدهم يعرفوا إيش الطبخة التقليدية وكيف بدك تتقنيها. على حسب خبرتي البسيطة في المطبخ وخاصة في القدر الخليلية، القدر الخليلية تعتبر من أبسط الطبخات الموجودة. إذا بتسألي أي شخص خليلي عايش بالخليل، تسأليه إيش بهارات القدرة، قل لك بهاراتها بسمنتها. هلأ عشان انتقلت هاي الطبخة التقليدية إلى مناطق أخرى، صار في يضيفوا عليها البهارات الزيادة ويضيفوا عليها ويضيفوا عليها حسب كل مطبخ إيش هو بحب. أنا ما بدي أقول لك أنت طبختي قدرة خليلية، يعني بدي أحكي صحيحة. أنك أنت طبختي اليوم طبخة كاملة متكاملة بطريقة ذكية وبطريقة جدا سريعة. إن كان الرز البسمتي اللي هو ما بأخذ وقت بالطهي، استعملت الألوان والبهارات عشان تنكي هذا الطبق، وبرضو استعملتي بعض البهارات هاي في الدجاج، فكل إشي صار عندك متناسق مليون بالمية. وأنا ما عندي أي تعليق أحكي لك يا غير برافو من ناحية بريزنتيشن وألوان، وحتى على مستوى اللبن كيف بالآخر حطيتي لي شوية نعنع ناشف عليه. أشكرك. برافو. صديقتي وحبيبتي، زي ما حكى شيف تيمور، إحنا الأكلات التقليدية بنحب نحترمها ونتقيد فيها زي ما بتنعمل، احتراماً لكل بلد وكيف بحبوا هم أكلتهم تتقدم. فأنا ممكن أسميها رز بالحمص مع الدجاج المشوي، هاي بالنسبة لإلي وجبة رائعة، بهاراتك فخمة قد ما هي راكبة وهيك، يعني معطية للطبق طعم كتير غني. تشويحة الدجاج، طريقة تقطيعك للدجاج، يعني نفس الصدر كيف مقطعتيه ومقسمتيه وعملتي برزنتيشن فوق الأرز، بصراحة كتير المنظر مرتب والبرزنتيشن رائع. أشكرك، حتى الخيار باللبن عندك طعمه طيب كتير وراكز. أشكرك جداً. جريئة يا مهندسة، جريئة.
هي هذه اللي كنت راح احكي لها اياها والله يا شيف تيمور. اول شيء اسراء يعطيكي الف عافيه. انت بالبدايه كانت انا برايي كان مغامره، كانت مغامره. طب الطريقه اللي بدك تشتغلي فيها كانت مغامره. كنت بحاول اتبع على شغلك، وعن جد يعني انت فرجيتي انه حتى الهندسه بتدخل بالمطبخ، لانه انت كنت عم بتهندسي الطريقه اللي بتشتغلي فيها بالترتيب بالتنظيم بكل شيء. ماي كومنتس يعني ما راح اضيف على اللي حكوا الشفات بصراحه. البرزنتيشن بتجنن، الرز مطبوخ ممتاز. بلاش استخدام البهارات اللي على البركه، بلاش هاي، لانه انا ضارب عندي على الدجاج فيه عليه كتير بهارات. تمام، بس كله بجنن، كله راكب منيح. التوم زياده باللبن، بس غير هيك بقول لك اللي انت عملتيه اليوم اثبتي للكل انه بالمطبخ الهندسه لازم تكون موجوده عشان يطلع معك شيء حلو. سلم ايديكي. بصراحة كان أدائهم كتير حلو، استخدام المنتج كان كتير واضح بالأكلة ومبرز الطعم بطريقة ممتازة، بهاراتهم راكزة، يعني مستوى المتسابقات سنة عن سنة بالمرحلة الأولى عم بحس فيه بفرق، لأنه هاي بعدها أنا من أصعب المراحل لما بدخل المتسابقات على المطبخ لأول مرة وما بيعرف أي شيء. الأطباق النهائية فخمة جدا 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 فخمة، يعني بصراحة حلاوة البرنامج لما نظهر أو نلاقي مواهب فجأة تطلع لنا خلال التصوير. يعني إحنا برنامج طبخ تصوير في استوديو، ونعطي شخصياً 30 ثانية يفكروا بأطباق يطلعوا فيها يطبخوها خلال نص ساعة مع تقديم مصحون ويعطونا أطباق جديدة. أنتوا التنين أنا بنظري فايزين. البرنامج مش مقياس لشخص ناجح أو غير ناجح. بتمنى اللي راح يغادرنا يكمل بمسيرة الطهي، لأنه اختياركم وجودكم معنا ببرنامج لحاله نجاح. لكن اللي راح تتأهل معنا للمرحلة الثانية شف نقول مبروك لا إسراء. إسراء ألف مبروك. مبروك، حظا أوفر يا مارينا. بدعتي بصراحة، يعطيكي ألف عافية. شكرا لإلك، يعني كثير انبسطت، حسيت حالي انه زي كاني بحلم. دائما احنا بنحكي انه المطبخ لازم يكون عباره عن هندسه وتركيب وتصفيط وكل شيء فوق بعض وكل شيء مرتب وكل شيء متكتك. هذا فرق شوي بين مارينا واسراء. اسراء دخلت الهندسه اللي هو مجالها في المطبخ، عشان هيك ابدعت اليوم وطلع معها صحن بهذه الطريقه. بس برضو مارينا اشتغلت شغل كتير حلو كمان، وكانت نظيفه، عارفه ايش الخطوات اللي بتعملها، ما صار في عجقه في المطبخ. فبصراحه عن اداء التنتين انا راضي، بس اسراء موضوع الهندسه هو اللي خلتها تطلع شوي. انا بالنسبه لي اليوم اثنيناتهم كانوا فائزين، يعني اللي ربحت معنا اليوم يعني فرق بسيط جدا، لكن عد عن ذلك يا سلام. مثل كل مرة منودع فيها إحدى المتسابقات تكون زعلانين شوي، ولكن هاي مسابقة وبالنهاية أكيد الفائزة رح تكون واحدة في نهاية هذه المسابقة. فحبيت أنا أقولكم شكراً لمتابعتكم، وتابعونا غداً في حلقة جديدة. نترككم في أمان الله، إلى اللقاء.